لكن صعب تتكرر، لأنه قدم أعمال صعبة على شخص واحد إن هو يقدمها، لأن فيها تنوع كبير جدا. يعني مين يصدق إن اللي لحن حلوة بلادي هو اللي لحن فات الميعاد، وكمان أغاني العدوية وابتهالات للشيخ النقشبندي، وأغنية أشكل مين وغيرها من الأعمال اللي قدر أشرف خليل كاتب ومخرج فيلم بليغ لحن الشجن إن هو يقدمها في الفيلم، وكنا معاه في يوم عرضه في الأوبرا. بليغ حمدي. بمزيكة بليغ حمدي. بليغ حمدي؟ هو ده بليغ. الله 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 الله. رح نحكي حكاية على ضي الشمال. بنت من هذا الجيل تجهل من هو بليغ الا الراجل بيسمعها موسيقى، وهي طالبه منه اغنيه فرنجي، فبتقول له الله، قال لها مش لاقي لك، قالت له اسيب لي مع الاغنيه دي. مين ده؟ قال لها بليغ حمدي. فبدات تعيش عالم بليغ حمدي من خلال، وده ذكاء خارق في ان انا يعمل لي عمليه الجذب من خلال محور البنت ده، ودخلني في حدوته. متى كانت هناك الحدوته؟ وهو فيلم ديكومنتري، يبقى هنا مخرج ذكي جدا جدا. الاغنيه اللي انت بتسمعي مزيكتها دي ألف ليلة وليلة، عملها بليغ للست أم كلثوم، وكان لون جديد عليها شوية شباب يعني. وأول مرة تقف الست على المرسح علشان تقول الأغنية، بليغ خاف من رد فعل الجمهور، خد عربيته وطلع على الصحراوي، شغل الراديو، سمع المقدمة الموسيقية وبعدين الكوبليه الأولاني، طلع واحد من الجمهور وزعق وقال عظمة على عظمة على عظمة على عظمة. اللي شدني للفيلم ان انا يعني فكرت جديا في ان انا ادخل مجال التمثيل في السينما، وحلم حياتي ان انا ابقى في فيلم سينمائي. فدرست التمثيل في اكتنج ستوديو للدكتور محمد عبد الهادي، وبالصدفه كان اشرف خليل طبعا اعرفه من زمان من خلال قناه النيل منوعات اللي انا بشتغل فيها اوريدي، فقال لي ان هو عنده البروجكت بتاع فيلم بليغ حمدي، فقال لي ليه لا لو تجربي تمثلي ويبقى بالنسبه لك كتدريب وفيلم تسجيلي وكده. فرحبت بالفكره جدا لما قريت السيناريو، كان حلو يعني. الفكره عن الفيلم عن الاستاذ بليغ حمدي كانت عندي من زمان جدا، لان انا متربي على المزيكا بتاعت بليغ حمدي من خلال والدتي، والدي كانوا بيحبوا جدا مزيكا، وطبعا ما الى ذلك من الفن يعني، عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم والحاله اللي هم كانوا عايشينها. هو بليغ حمدي كان من ضمن حاله مكتمله يعني، هو بليغ كان عنصر مؤثر جدا في حاله مكتمله. الصبح هتهزر معايا يعني. دلوقتي هعرض لكم الايه